نكهات عائلية، مجلة شهرية، وهي طريقكم المختصر للرعاية الوالدية. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في فقرة مجلة نكهات عائلية. وعدد شهر آب من مجلة نكهات عائلية متوفر صار بالأسواق، مع هدية دفتر تلوين وألوان للأطفال بشكل كتير حلو. فقرة اليوم مميزة بنكهة الطبق الإيطالي مع خبيرة الطهي في مجلة نكهات عائلية الست غادة الحاج، ورح تعملنا طبق كتير زاكي اللي هو طبق الدجاج بالفطر. يا الله شو بحب الفطر مع أي إشي، وإذا كان في كمان كريمة أو إشي زي هيك يعني أنا زاكي جدا. زاكي فعليا. مرحب فيكي ست غادة، هذا يسعد صباحك. يسعد صباحك، شرفتينا وكل عام وانتي بخير. أكيد مدعوكم مستمعين حتى تفتحوا تلفزيون حي حتى تشوفوها مباشرة عبر سكايب، وحتحضرينا اليوم طبق إيطالي دجاج بالفطر. يعني أكيد يعطيك ألف عافية. هيك ما شاء الله نحنا والست غادة بمطبخها الرائع وقبالها الغاز اللي عم بدها تعملنا الطبق الزاكي. خلينا بداية تشرحي لنا أكثر عن طبيعة الزاوية اللي بتكتبي فيها بمجلة نكهات عائلية، وعن زاويتك لهذا الشهر قبل ما نغوص بالطبخة. إن شاء الله. هلأ أنا طبيعة الزاوية اللي أنا بكتب فيها بنكهات عائلية بتتضمن إنه كل شهر عم بكتب عن محافظة من محافظات إيطاليا. حلو. طبعاً كل محافظة في إلها أطباقها التقليدية، في أشياء مشتركة بإيطاليا كلها، ولكن كل منطقة إلها أطباقها الخاصة، حتى كل قرية في إيطاليا إلها أطباقها الخاصة. فحبيت إني أوصل، بما إني كنت عايشة بإيطاليا، فحبيت أوصل بعض من اللي أنا من اللي بعرفه وأوصله لمشاهدينا ومتابعينا على نكهات عائلية وحياة إف إم. نعم نعم نعم، أكيد جميل جدا، خاصة أنه يعني في ناس بتحب الأكل الإيطالي. ست غادة، حتينا أكثر عن الوصفة اللي رح تحضريها اليوم، هي جزء من وصفات أكيد قدمتيها بعدد شهر آب من مجلة نكهات عائلية. هي هاي الوصفة تتميز فيها منطقة اسمها إيميليا رومانيا بشمال إيطاليا، واللي هي عاصمتها بولونيا، واللي بتتميز في إذا بتعرفوها اللي هي الصوص البندورة مع اللحمة اللي هي صوص البولونيز. نعم. فهاي المنطقة فيها أطباق كتير زاكية. الطبق هذا خصوصا عبارة عن جاج بنقلة، وبيستعملوا فيه الفطر المجفف مش الفطر الطازة، مش المعلب أهم شيء. مش معلب، مجفف. المجفف نعم. لأنه عندهم في فطر كتير معروف بإيطاليا اسمه فطر البورتشيني، فترته بتكون بس فيها العشرة، فهو هذا نكهته مميز جدا جدا جدا، كتير عندهم زاكية، فبيحتفظوا فيه بأنهم يعتفرسموه أو بيجففوه. منلاقي منه هون هذا الفطر، في طعم زاكية، منلاقي الفطر هذا عنا موجود؟ إيه موجود، موجود بالهايبر ماركت الكبار عند أقسام الأكل الآسيوي. في فطر شيتاكي وفي فطر فرنسي ممكن يستعملوه. نعم. منلاقي مجفف مثل ما إحنا بدنا، صح؟ مثل ما إحنا بدنا. طيب مثل ما أكيد لأنه موسم ومش هلأ، فأنتي حتستعملي الفطر المجفف، عشان هيك أنتي حتستعملي مجفف مش طازج. ممكن حلو. يعني إذا ما لقوا بكل بساطة ممكن يستعملوا الفطر الفريش، يعني كمان طعمتها بتطلع زاكية، بس أنا كوصفة تقليدية حبيت أستعمل المكونات الأصلية لهاي الوصفة. طب الكمية اللي بنعملها اليوم كم تحتاج من الوقت للتحضير والطهي؟ قديه؟ تكفي لأربع أشخاص. أربع أشخاص، وقديش بتاخد وقت؟ يعني تحضيرها بتدوش أكثر من ثلث ساعة، وطبخ وعلى النار بتها 45 دقيقة، يعني أكلة سريعة بلشي فيها ست غادة. أكيد يعني بأي وقت بتعملها ست البيت على السريع. نعم. طيب بلش فيها ست غادة، أنت هلأ مقلي الجاج. أنا مقلي الجاج طبعا لأنه بده وقت. نعم. هاي زي ما أنتوا شايفين هاي الجاج قليته، خليته يعني ياخد لون. نعم. انت جاج عادي مش مسحب بعظمه؟ لا بعظمه، هاي الوصفه بعظمه، وممكن برضو نسويها مسحب ما في اي مشكله، ممكن تعمله ست البيت تقطعه مكعبات. ممكن يكون ستايل زي ما بتحب، يعني ما في وصفات انه الوقت نتأيد فيها مليون بالمية غير وصفات الحلويات. بالضبط. طيب هلا رح يستوي 100% الجاج لما يتقلب بهالطريقه هاي ست غادة؟ بده هلا 45 دقيقة بعد ما تكمل الوصفة. رح نشوف كيف رح نكمل طبخ الدجاج. يلا هلا بعد ما انت الدجاج رح اضيف طبعا المكونات، خلينا نحكي المكونات اول شيء.
عندنا صوص بندورة بيكون برضو هذا معلق، بيكون جاهزة مكعبات بندورة مقطعة مكعبات جاهزة. عندنا الفطر الجاف بنكون نقعينه قبل نص ساعة بمي دافية حتى يصير طري، لأنه صعب إنه نستعمله مثل ما هو. وبعدين بنشفه منيح، وهي المي تاعته راح استعمل المي تاعته، شايفين كيف لونها؟ لون مية النقع بنستخدمها، معناته مية نقع الفطر بنستخدمها بالضبط، راح استعملها بالطبيعي. الفطر بقطعه برضه، بقطعه فرمات ناعمة. عندي زبدة وتومة، ايوه، روزماري، ملح وفلفل اسود ومي وزيت زيتون. تمام، نبلش هلا. بعد ما قليت الدجاج بنفس القلاية راح اضيف التومة اقليها. هاي اللي فيها أدام الدجاج، الأدام الدجاج اللي قلينا فيها الدجاج، وراح اضيف عليها الفطر. راح اقلب الفطر تقريبا دقيقتين بس. طب احنا هلا عشان نستغل الوقت راح اسويها على السريع. بنقلب الفطر بنخليه دقيقتين، بعدين بضيف المي وبضيف لها الدجاج اللي قليناه. تمام، وهلا راح اضيف لهم البندورة اللي مقطعة اللي عندنا كانت بالعلب، برضو بتلقى بكل السوبر ماركتات موجودة. صح، موجودة. خليهم يتسبكوا مع بعض. نقع الفطر، ايوه، زي ما قلت لكم لونها زي الصويا صوص على فكرة، غامق. بس ننتبه اخر اشي ما نضيفها لانه بيكون في بواقي الترابية، الترسبات. نقطة ما نسيت أحكيها إنه بغسله أنا الفطر الناشف، بغسله قبل ما أنقعه. حلو، تمام. وبرضو كل الكمية. بعدين بضيف الملح وفلفل أسود، أيوة، والروزماري. الروزماري كتير طيب مع الصوص البندورة. شوية زبدة على هواء الرغبة. حلو. وبخليها بالطريقة هاي لمدة 45 دقيقة تتسبك كلها. هيك بيستوي الدجاج من جوا 100%. هو الدجاج يعني بس كان مشوي ولا بنقدر نسلقه بعدين نشويه حتى نضمن استواءه؟ ايش هو؟ الدجاج يعني نسلقه بعدين نشويه حتى نضمن استواءه 100%. لا، المشوي حيكون مستوي 100%. اها، يعني انا هي مجهز الطبق، عندي جهاز الطبق الصبح نسوي 100%، ما بيحتاج لأي سلق قبل. ممتاز. هذا الطبق ممكن نقدمه مع ماش بوتيتو البطاطا المهروسة، أو بطاطا بقطعها وبسلقها وبعدين بقلبها بزيت زيتون وروزماري. نعم، وبتكون بالطريقة هاي. طيب نشوف الطبق النهائي. نهائي، والطبق النهائي هون عنا هيك صفة الدجاج مع الفطر والبندورة. نعم، يعني يعطيك ألف عافية ست غادة، أبدعتي بصراحة، وأكيد وصفة زاكية من إيطاليا. شكرا جزيلا، وفعلا ممكن يعني تتاكل مع رز، ممكن تتاكل مع إيش طبق الجانبي ممكن نعمل جنبها؟ ممكن بطاطا مهروسة. نعم، بطاطا مهروسة زاك، شكرا. ممكن بطاطا مقلبة. نعم، ممكن في برضو ناس بيحبوها مع المعكرونة. نعم، لأنه الصوص اللي راح تطلع منها كتير. نعم، هتكون زاكية، ونحط الدجاج جانبي. نعم، أكيد. شكرا. بدنا نشكرك ست غادة الحاج على هذا الطبق الجميل، أكيد طبق من إيطاليا، ويعطيك ألف عافية. نعم، أكيد. حتى تربحوا قسيمة فحص فيتامين B12 مقدمة من مجلة نكهات عائلية ومختبرات ميدلاب، أجيبوا على السؤال التالي من خلال التعليقات على صفحة مجلة نكهات عائلية على الفيسبوك. والسؤال بيقول، السؤال بيقول: ما اسم الوصفة التي أعدتها خبيرة الطهي غادة الحاج لهذا الشهر في مجلة نكهات عائلية، ومن أي منطقة الوصفة؟ الجواب على صفحة نكهات عائلية على الفيسبوك. نكهات عائلية، نكهات عائلية، نكهات عائلية، مجلة شهرية، وهي طريقكم المختصر للرعاية الوالدية.